السلام عليكم. واحنا صغيرين كده في حضانة كانوا بيقولوا لنا قصة اسمها من يربط الجرس، من يربط الجرس. القصة باختصار ان كان في قطة عمال كل شوية ياكل فران ويهجم عليهم، فهم قالوا احنا عايزين يعني ايه يعني نتخلص من القط ده وعلى الأقل نقلل الخطر بتاعه. فالمهم قعدوا اتفقوا، فقالك احنا هنربط جرس في رقبته بحيث ان هو اول ما يجي احنا نسمع صوته فنهرب. فقعدوا يفكروا من سيربط الجرس. كتير جدا من مشاكلنا بنقعد نقول يا مين اللي هيجي، احنا محتاجين صلاح الدين، محتاجين كذا، مفيش حد يقول انا لها. يعني من افضل الحاجات بيت لبيد بيقول فيه: اذا القوم قالوا من فتى خليت اني عنيت فلم اكسل ولم اتردد. يعني لو الناس قالوا مين اللي يعمل الموضوع دوت، كأن الناس بيقولوا يلا يا فلان قوم اعمل الموضوع دوت. فمن الحاجات الكويسة جدا صفة المبادرة، لما الناس تقول يا احنا عايزين نعمل كذا، طب انا ما اعملهاش، انا لا ده انا لسه صغير وبتاع، طب احاول اوريها للناس ويدوني انتقادات واصلح فيها. كتير كتير جدا حصلت على جروبات الواتساب او على فيسبوك: احنا عايزين الحاجة ديت، طب مين اللي عنده استعداد او عنده الامكانية ان هو يعملها؟ لان كل الناس كتنا احنا محتاجين حد مثلا يعمل لنا كذا او يشرح كذا او يكلمنا عن كذا، او مين اخواننا اللي عنده استعداد ان هو يشرح لنا مثلا التسعير او يشرح لنا مثلا الاداره الرشيقه او. فتلاقي الناس كلها ايه سكتت كده. فاتمنى كلنا نبقى مبادرين، واول ما حد يقول عايزين نعمل كذا تلاقي 20 واحد بيتنافسوا. يعني كتير جدا مثلا يكون في حاجه فاقول لاخواننا مين اللي هيعمل دي، فتلاقي كله سكت، مين اللي هيصمم الغلاف، مين اللي سكت. بحب في صفة المبادرة ان واحد يقول اه انا عندي سعادة اعملها، ويبدأ يعملها ويخلصها ويبقى مبادر بالحاجة ديت، وده هيخليه شخص ايجابي وشخص فعال في المجتمع.